السلام عليكم أعزائي الطلبة، الآن الجزء الثاني من الفصل السابع. نهينا الدرس الماضي بالقوة المركزية والتعجيل المركزي. اليوم يعني هذا الدرس راح ناخذ فد مراجعة بسيطة عن تعريف التعجيل المركزي. التعجيل المركزي هو المعدل الزمني، كلمة المعدل الزمني، هاي الكلمة معناتها أكو حاصل قسمة، أكو معناتها قسمة. بما أنه زمني إذن بالمقام الزمن لتغير، من هو المعدل الزمني لتغير السرعة؟ إذن بالبسط اللي راح يصير بتغير هو مقدار السرعة خلال الزمن، هذا يؤدي إلى تولد شنو هو؟ تعجيل، سميناه التعجيل المركزي. إذن هو المعدل الزمني لتغير السرعة المماسية، انتبه عليه، هذه الحركة الدائرية، وقلنا بما أنه أكو حركة دائرية إذن راح يتولد تعجيل مركزي، وهاي التعجيل المركزي بسبب القوة، وجود قوة مركزية تتجه نحو مركز الدوران، هذا مركز الدوران. شنو اللي دي يتغير؟ هاي السرعة هاي اللي دي يقصد بها السرعة المماسية، اللي دي يتغير بها هو اتجاه السرعة المماسية، إضافة إلى إذا كانت قلنا ذاك الدرس قلنا إذا كانت الحركة شاقولية يتغير مقدار واتجاه السرعة. فشوفوا هنا بهاي اللحظة هذا هو اتجاه السرعة المماسية، بهاي اللحظة صار تغير، هاي هنا هالشكل، هذا صار عمودي، من يصير الكرة هنا راح يصير بهذا الاتجاه، فبكل لحظة يصير بها تغير في اتجاه السرعة المماسية راح يتولد عندي تعجيل مركزي. زين، التعجيل المركزي دائما يكون باتجاه المركز، دائما شوفوا اتجاهه، دائما يكون نحو المركز وعموديا على متجه السرعة. هذا التعجيل المركزي، شوفوا شلون يصنع زاوية 90 ويا اتجاه السرعة. شوفوا هنا إذا هذا افترضنا هذا الجسم، هذا التعجيل المركزي، وشوف الزاوية اللي يصنعها، هاي معناته دا يقول لك دائما يتجه باتجاه المركز وعموديا على اتجاه السرعة، يعني دائما الزاوية بين متجه السرعة والتعجيل المركزي هي 90. التعجيل المركزي بابا قانونه اللي نحل به مسائل هو هذا، التعجيل المركزي يعطى بالعلاقه في تربيع السرعه المماسيه تربيع على نصف قطر الدوران. زين استاذ هذا نصف قطر الدوران وينه؟ هو هذا نفسه، هاي من الجسم الى من هو؟ الى مركز الدائره اللي هو هذا الار. زين، بما انه قلنا اكو تعجيل مركزي تتولد قوه مركزيه، وحسب قانون نيوتن الثاني ذيك المحاضره قلنا القوه، قانون نيوتن الثاني هو الكتله في التعجيل، بينما هنا قوه مركزيه لازم كتله في تعجيل مركزي، والتعجيل المركزي قانونه في تربيع على ار، فصير قانون القوه المركزيه ام في تربيع على ار. أنواع القوة المركزية هي مو دائما أكو حجر مربوط بخيط ودور حول يعني بمسار أفقي أو بمسار شاقولي، لا، أكو أنواع أخرى، واحدة من عندهن هي قوة الشد في الخيط. قوة الشد في الخيط إذا أدوره بهاي الحركة أو بهاي الحركة هو أكو قوة مركزية، أو قوة الاحتكاك، هاي من تطبيقات العملية اللي احنا أغلبنا نشوفها، قوة الاحتكاك بين عجلة السيارة التاير مال السيارة والطريق عند حركة السيارة في منعطف دائري. مرات احنا بالاستدارة نستدير اكو قسم يخفف السرعة لانه يخاف يطلع باتجاه المماس، يعني يطلع عن الطريق الدائري ويعني يطلع عدل. اما ومرات احنا الطريق هاي احنا بالدرس الثالث او الدرس الرابع راح نوصل لها، هاي الحركة انه من يتحرك باتجاه المماس او خارج المماس يعني نتيجة الانزلاق. ثلاثة هي قوة التجاذب بين الالكترون، هاي النواة الموجبة والدور حولها الالكترونات السالبة، هاي الدور لو مو قوة القوة المركزية كان هذا الالكترون ما يتخذ مسار دائري، يتشتت بحركته. زين، والى اخره من انواع القوة المركزية. خلينا نسأل سؤال، نقول اذا هذا الالكترون أو الجسيم اللي مربوط بقوة شد، مربوط بحبل بواسطة قوة الشد، إذا قوة الشد راحت، انزالت قوة الشد، هذا شو راح يتحرك الجسيم؟
تعال وياي. هذا هسه انا عندي هنا جسيم مربوط بحبل مربوط بخيط وجاي يتحرك في مسار دائري، لكن اذا هذا الجسيم انقطع هذا الحبل بواسطه مؤثر انقطع، ايش راح يصير؟ راح يظل يدور هذا، انت اليوم شايفها هاي الحركه، اذا ندور حجر مربوط بخيط وفلت الحجر، الحجر من يفلت يظل يتحرك بحركه دائريه، لو شلون؟ الحجر بعد ما ينقطع ما يتحرك بحركه دائريه، وانما يتجه باتجاه الخط المماسي للسرعه، يعني هسه هنا اذا انقطع من هنا شو راح يتحرك الحجر؟ هالشكل. هاي حركه الحجر والخيط. اذا انقطع هنا راح يتحرك بحركه دائريه، يعني باتجاه دائما باتجاه، اذا هذا الحجر الجسم يدور هالشكل وانقطع هذا هو اتجاه السرعه، فاذا الحجر ايش راح يصير؟ راح يتحرك هالشكل باتجاه دائما يكون باتجاه المماس. اذا ماذا يحصل لجسم لو توقف تاثير، يعني ماكو بعد قوه مركزيه، ماكو تاثير قوه مركزيه، ايش راح يصير؟ يتحرك بخط مستقيم وباتجاه المماس. هذا الخط المستقيم وهذا هو اتجاه المماس. زين، السؤال الاخر اللي راح يصير عندنا هو ما هي انواع التعجيل؟ ما هي انواع، طب مو عندنا تعجيل واحد، عندنا يعني ثلاث انواع تعجيل. ما هي انواع التعجيل المؤثره في حركه البندول؟ انت عزيز الطالب اذا ما تعرف شنو حركه البندول انا راح اقول لك شنو حركه البندول. البندول اللي هو رقاص الساعه او نفس الحجر المربوط بخيط، لكن هنا الحركه هي على قوس، يعني جزء من حركه دائره. يعني اذا نفترض انه هذا راح تكمل من هنا الحركه الدائريه، اذا هاي تكمل دائره من هنا، هذا حتى يصير عندي حركه بندول لازم جزء من هاي الدائره هو المسار مال البندول، جزء من هاي الدائره اللي هو هذا القوس. فحركه البندول ذهاب واياب، حركه البندول ذهاب واياب هي شو تسوي؟ هنا راح يصير اكو انواع تعجيل. التعجيل الاول هو التعجيل المركزي. ليش؟ راح يتولى التعجيل يتجه نحو المركز بسبب حركه الجسم على مسار دائري ومشدود بشد. هذا التعجيل المركزي شلون يتولد؟ عن تغير في، اهم كلمه هي هاي، ينتج عن تغير في اتجاه السرعه. هذا ما تغير بمقدار السرعه تولد التعجيل المركزي، تولد شنو؟ عن طريق تغير في اتجاه السرعه المماسيه. زين، النوع الثاني من انواع التعجيل يسموه التعجيل المماسي. التعجيل المماسي شلون يتولد؟ ينتج عن تغير في مقدار السرعه. تشوف التعجيلين اثنيناتهم لازم اكو تغير في السرعه المماسيه، بس واحد بالاتجاه اللي هو يولد ليه المركزي، وواحد يولده التغير في المقدار. زين، قبل ما نروح حتى نحسب قيمة التعجيل واتجاه التعجيل، هي هاي نفس الحركة اللي أنا دا أقول لك عليها. هذه بابا هي حركة البندول. شوف البندول كم تعجيل يعني موجود به. هذا هو السنتر أو خيط البندول، وهاي كرة البندول. لو أريد أكمل آني هنا حركة البندول، هنا راح أصير حركة ذهاب وإياب، فهذه هي هذا المسار اللي يتحرك به البندول. هنا بأي نقطة هنا كان البندول، أو هنا بالقمة، يعني وين ما كان، هذه الكرة راح يصير بها نوعين من أنواع التعجيل. التعجيل الأول اللي هو يتجه نحو المركز دائما وسميناه التعجيل المركزي حسب هاي العبارة، ينتج عن تغير في، لأن هذا متغير بأي لحظة من اللحظات راح يتغير اتجاهه فيتولد التعجيل المركزي. التعجيل الثاني اللي هو التعجيل المماسي. التعجيل المماسي هذا اللي هو دائما يكون عامودي على التعجيل المركزي. احنا صار عندي هسه اذا اكمل هذا راح يصير عندي هنا مستطيل، زين، وراح يظهر عندي التعجيل المركزي حسب، يعني لايجاد قيمة التعجيل الكلي لازم نستخدم فيثاغورس. شنو فيثاغورس تقول؟ تقول التعجيل المحصل يساوي تحت الجذر
مربع التعجيل المركزي زائد التعجيل الخطي تربيع. هاي مين جبتها استاذ؟ انا جبتها من هذا الرسم. هنا انا صار عندي مثلث، هنا انا صار عندي مثلث، هذا ضلع وهذا ضلع وهذا عندي الضلع الثالث. هذا الضلع، هذا الضلع يكافئ هذا الضلع اللي هو هنا عندي التعجيل المركزي، وهذا عندي التعجيل الخطي، وانا اريد احسب التعجيل من هو التعجيل المحصل. هذا بيا قانون مستخدم المثلثات، بيا قانون، كل قانون فيثاغورس. فالوتر وهذا الضلع الاول تربيع زاد الضلع الثاني تربيع تحت الجذر يعطيني الوتر اللي هو هسه هنا الوتر يمثل لي التعجيل المحصل. اما لحساب ايجاد شنو هو ايجاد اتجاه التعجيل، اتجاه التعجيل نستخدم الى قانون التان. استاذ منين جبت قانون التان؟ ايضا من هذا المثلث. هاي الزاويه اللي هو يصنعها الاتجاه المحصل ويا محور اكس، فهاي الثيتا هي دائما احنا هاي الثيتا هي معناها تمثل الاتجاه مال اي شيء. فالثيتا شنو عندي استخدم؟ استخدم قانون التان اللي هو المقابل، مقابل الزاوية على الوتر. فصار عندي الاي، الاي سنتر التعجيل المركزي على التعجيل الخطي.